أهلا بكم إلى مسائية المستقبل، نبدأها بالعناوين مع هنادي زيدان. مساء الخير مشاهدينا الكرام، وإلى عناوين النشرة. يعني ما أنا متذكر أنه إذا هاي من زمان معلقة. إطلاق اسم المتهم مصطفى بدر الدين على أحد شوارع الغبيري، والمشنوق يؤكد أن الخطوة تشكل خطرا على النظام العام. خليل يؤكد أن لا ضرائب جديدة، وموضوع زيادة على البنزين غير مطروح إطلاقا. قمة روسية تركية في سوتشي بحثت الأزمة السورية ومستقبل إدلب. شو لابق لك هاللون يا وداد؟ وين صارت سميرة؟ غابت الشمس بعد ما وصلت. لا يمكن الاتصال برا. بدي افهم، وين بيطيروا هاليونتس؟ طنط وداد، بدك تشارجي خطك مش هيك؟ ايه. تشارجي خطك او خط غيرك دغري من تليفونك على ايبلون. اها. وكملي نهارك مثل ما بدك. ايبلون، تكنولوجيا بتسهل لك حياتك. ايه سميرة، اسمعي ملدة خبرية. من يعمل على فبركة الأخبار؟ وما المصلحة من التهويل وتخويف اللبنانيين بالمزيد من الضرائب؟ ومن هو المستفيد؟ اللبنانيون استفاقوا على خبر مفبرك وغير صحيح عن زيادة 5000 ليرة على صفيحة البنزين، قبل أن يجزم وزير المال علي حسن خليل بأن مشروع موازنة العام 2019 لا يتضمن أي ضرائب جديدة، وأن الزيادة على أسعار المحروقات غير واردة على الإطلاق. الفبركة الثانية، وضع لوحة باسم مصطفى بدر الدين المتهم الرئيس من قبل الادعاء في المحكمة الدولية بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وهو قرار رفضه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وسيطلب من بلدية الغبيري غدا إزالة اللافتات. الفبركة الثالثة، كان تولى سالم زهران تسويقها قبل أيام، تهاجم أميرة دولة الكويت، وكشف تلفزيون المستقبل بالوقائع أن سفير رئيس النظام بشار الأسد في نيويورك بشار الجعفري هو من زود زهران بالمعلومات الكاذبة، وذلك بعد هجوم الجعفري على الكويت خلال إحدى جلسات مجلس الأمن الدولي. الفبركة الرابعة، هي عبوة متفجرة وهمية، وهل بالصدفة في شارع اسمه الكويت في بيروت؟ عبوة تبين أنها غير معدة للتفجير ولا تحتوي على أي متفجرات. فمن يغرق الإعلام بمعلومات اقتصادية خاطئة؟ من يخوف اللبنانيين؟ ومن يضرب على أوتار مذهبية حساسة في الشارع؟ ومن يحرك رسائل التفجير مجددا؟ إنه الطرف نفسه، لكن الحقيقة بالمرصاد والعدالة آتية. البداية من خطوة بلدية الغبير التي أطلقت على أحد شوارعها اسم مصطفى بدر الدين القيادي في حزب الله والمتهم بالمشاركة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ما أثار ردود فعل احتجاجية على هذه الخطوة الاستفزازية التي لم تصدق عليها وزارة الداخلية. تقرير ربيع شنطف. هذه الأرمى التي انتشرت صورتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تشير إلى أن هذا الشارع قد سمي باسم مصطفى بدر الدين المتهم لدى المحكمة الدولية بالمشاركة في عملية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. نحن أتينا إلى هذا الشارع التابع لبلدية الغبيري للاستفسار عن الأمر. فجأة زرعت هذه الأرمى، وقد وضعت على السارية نفسها الموضوع عليها أرمى أخرى تحمل عنوان شارع العميد الركن علي سعيد الخنسة. ليست الأرمى التي تحمل اسم بدر الدين يتيمة، إنما هنالك اثنتان على بعد أمتار قليلة، كل واحدة تدل على جهة الشارع المقابل لمستشفى رفيق الحريري الجامعي. هنا القاطنون يؤكدون أن الأرمات وضعت حديثا. هذول حطون أول ما كانوا، يعني ما أنا متذكر أنه إذا هاي من زمان معلقة، كل مرة بمرق بس ما بنتبه لها والله.
اتصلنا برئيس بلدية الغبيري معا خليل لاستيضاح سبب وضع الأرمات. بس رئيس في هيك استفسار عن هل صحيح أطلقتوا اسم مصطفى بدر الدين على أحد الشوارع بالمنطقة حد مستشفى رفيق الحريري؟ نحن طبعا أطلقنا من شي سنة ونص وبعثنا القرار لمعالي وزير الداخلية بشهر 7 أو شهر 6/2017. وهل تمت الموافقة؟ بضطر بعدني باجتماع إذا بتعطيني بس شي 10 دقايق. بس برجع بحكيك بعد 10 دقايق. وبعد 10 دقائق وبعد مرات عدة اتصلنا برئيس بلدية الغبيري لكن من دون نتيجة. وما رفض الإفصاح عنه رئيس البلدية قاله وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مؤكدا أنه لم يصدق على قرار بلدية الغبيري القاضي بتسمية الشارع باسم أحد المتهمين الرئيسيين بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد. ورفض المشنوق في بيان له قرار البلدية عازيا السبب إلى أن الأمر يتعلق بخلاف سياسي يتداخل فيه الطابع المذهبي بالأمني وينشأ بموجبه خطر على النظام العام الذي هو من أساس واجبات هذه الوزارة. وأكد البيان أن وزارة الداخلية سوف توجه كتابا إلى بلدية الغبيري تطلب بموجبه إزالة اللافتات. تجدر الإشارة إلى أنه في قانون البلديات وتحديدا في المادة 62 منه تخضع لتصديق وزير الداخلية قرارات بينها تسمية الشوارع والساحات والأبنية العامة وإقامة النصب التذكارية والتماثيل. وفي لاهاي أنهت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان الاستماع إلى المرافعات الختامية لفريق الدفاع عن المتهم سليم عياش في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، على أن تستمع اعتبارا من الساعة 11 من ظهر غد الثلاثاء إلى فريق الدفاع عن المتهم حسن مرعي. مع فريق الدفاع عن المتهم عياش انطلقت المرافعات الختامية لفرق الدفاع أمام غرفة الدرجة الأولى بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتي تواصل جلسات المرافعات الختامية لكافة الأفرقاء. فريق الدفاع عن عياش تفاجأ بسوء العلاقة بين الرئيس الشهيد رفيق الحريري والنظام السوري ساردا لوقائع العلاقة منذ الطائف، كما توقف الدفاع عن عياش عند عدم استدعاء الادعاء لشهود حضروا لقاء العاصف بين بشار الأسد والرئيس الشهيد منتقدا الاكتفاء بشهادة سياسيين لبنانيين. بالنسبة لموضوع اجتماع 26 آب 2004 بين الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس رفيق الحريري الذي أثاره الادعاء بحيث اعتبر أن الأول هدد الثاني بموضوع التمديد للرئيس لحود، بداية لم يستدعي المدعي العام أي من الشهود الذين حضروا هذا الاجتماع، ولكن عوضا عن ذلك أحضر الشهود السياسيين الذين لم يحضروا الاجتماع المذكور، وكل منهم أخبر رواية مختلفة عن الأخرى، فمنهم من قال أن الأسد قد هدد الحريري قائلا أنه سيحطم لبنان على رأسه، وهناك من قال أنه سيحطم لبنان على رأسه ورأس وليد جملاط. الدفاع أكد أن العلاقة التي ربطت الحريري بالسيد حسن نصر الله علاقة احترام، ثم تطرق بعد ذلك إلى وقائع قال إنها تظهر أن عياش ذهب إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج مطلع العام 2005. وفي الجلسة المسائية ركز فريق الدفاع عن عياش على ما اعتبر أنه ينقض مرافعات الادعاء في موضوع إسناد الهواتف لعياش، خصوصا وأنه بالنسبة للدفاع فإن عياش لم يكن في لبنان في الفترة التي تم فيها شراء الفان، وبالتالي لا يمكن إسناد هذه الهواتف له. من هو المشغل الحقيقي لسالم زهران والذي زوده بمعلومات مغلوطة كادت أن تفجر قبل أيام أزمة بين لبنان والكويت؟ كل تفاصيل يكشفها تلفزيون المستقبل في التقرير الآتي. ورح خبرك الرواية اللي سمعتها من أحد كبار الدبلوماسيين وبخبرك اسمه تحت الهواء. هي إساءة بأبعاد سياسية حملت في طياتها بصمات نظام بشار الأسد ومندوبه إلى مجلس الأمن الدولي. بشار الجعفري هو أحد مشغلي سالم زهران الحقيقيين، وهو من وصفه زهران بالدبلوماسي الرفيع الذي أتى بما زعم أنه محضر لقاء أمير الكويت إلى الرئيس الأمريكي. أدلى زهران بما حمله إياه مندوب نظام الأسد
مهاجما أمير الكويت الذي التقى الرئيس الأمريكي في 5 أيلول. يومان على اللقاء، أي في 7 أيلول، أدلى الجعفري بدلوه في جلسة لمجلس الأمن الدولي. حينها حمل مندوب الأسد في مجلس الأمن على الكويت دولة ومسؤولين ليتلاقى بمضمون كلامه مع ما لقنه لزهران. هذا ما جاءنا من أخوتنا في الكويت، ما بعرف إذا هو بيسمينا أشقاء، بس ما بعرف نحن يعني شو هالأشقاء هاي. قابيل وهابيل مو هيك. هي إذن المدرسة نفسها، الذهنية ذاتها والمشغل واحد، رسائل سياسية تحمل من الإساءة حينا ومن التطاول أحيانا، لتنتهي بكثير من الأحيان بما هو أبعد من الكلام اللفظي والتجريح الشخصي. ولعل ما يعيشه الشعب السوري من مآس وويلات خير دليل على ذاك المدرسة التي تنهل من آبار الافتراء والكذب لتضليل الرأي العام اللبناني والعربي والدولي وتحقيق ما تصبو إليه سياسيا وأمنيا. وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل أكد ألا ضرائب جديدة في مشروع موازنة العام 2019، مشددا على أن الحديث عن زيادة على البنزين غير مطروح إطلاقا. بعدما أثير موضوع زيادة الضرائب، لا سيما الضريبة على القيمة المضافة وزيادة سعر صفيحة البنزين 5000 ليرة، خرج وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل بسلسلة تغريدات على تويتر ليطمئن أن لا ضرائب جديدة في مشروع موازنة العام 2019 والحديث عن زيادة على البنزين غير مطروح إطلاقا. وقال علي حسن خليل: التزمنا بنص القانون حول تقديم تقرير فصلي عن المالية العامة للدولة إلى المجلس النيابي. هذا الإجراء يعكس ضرورة خضوع الجميع إلى قواعد المحاسبة والمراقبة. وأضاف خليل إن الوقائع المالية والاقتصادية التي تم عرضها تفرض إقرار إجراءات بنيوية جدية في إدارة الدولة في إطار خطة واضحة المعالم تحدد مكامن الخلل بوضوح وتوجهات المطلوبة. وقال: البداية تكون مع التزام سياسي جدي في إقرار التوجهات والسياسات المالية والاقتصادية والإدارية. وأضاف خليل: الأهم هو التزام القوى السياسية والنيابية بدولة القانون والمؤسسات واحترام أجهزة الرقابة والتفتيش والقضاء وعدم اعتبار الوزارات دول مستقلة لكل فريق، وكأن النقاش بها يمس بالكتلة السياسية للوزير. تطمينات وزير المال جاءت بعد مشاركته في اجتماع لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، الذي أكد أنه لأول مرة يتم تقديم تقرير عن تنفيذ الموازنة قبل انتهاء السنة المالية. بدوره طمأن حاكم مصر في لبنان رياض سلامي اللبنانيين على سلامة الليرة، مؤكدا أن القطاع المصرفي متين. أكد حاكم مصر في لبنان رياض سلامي أن الليرة مستقرة، مشددا على متانة القطاع المصرفي الذي يتمتع برسملة وسيولة مرتفعة وتطبيق للمعايير الدولية المحاسبية والامتثال. واعتبر سلامي خلال مشاركته في اجتماع الدورة الاعتيادية 42 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في الأردن أن الدول العربية بحاجة إلى دفع أكبر في وتيرة النمو الاقتصادي من خلال تبني إصلاحات اقتصادية وتوجيه سياساتها نحو الاستثمار في رأس المال البشري ودعم الأبحاث والابتكار والمعرفة. وشرح سلام لائحة الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات على القطاع المالي، وقال إن مصرف لبنان أصدر تعميما بهذا الخصوص يضمن التزام المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية خلال مدة أقصاها نهاية العام الجاري بالإجراءات والتدابير تماشيا مع أحكام القانون، ولا سيما لجهة تعيين مسؤول عن حماية البيانات الشخصية وممثل لدى الاتحاد الأوروبي. بعد نحو أسبوعين تنتهي المهلة التي أعطيت لأصحاب المولدات الخاصة لتركيب العددات، فما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارة الاقتصاد في حال لم ينفذ أصحاب المولدات قرار الوزارة أو لجأوا إلى التعتيم؟ تقرير مها حطيت. الأول من تشرين الأول المقبل لن يكون كما قبله بالنسبة لأصحاب المولدات الخاصة ولوزارات الاقتصاد والطاقة والداخلية، فالمهلة التي أعطتها وزارة الاقتصاد لتركيب عدادات للمشتركين تنتهي في 30 أيلول الجاري، وحتى اللحظة يرفض مالكو المولدات تنفيذ قرارات وزارة الاقتصاد والطاقة بحجة أن التسعير غير عادلة وأن تركيب العدادات غير ممكن تقنيا. نعلن أننا عاجزون عن تطبيق قراري وزارة الاقتصاد رقم 100 و135 المتعلقين بإلزامية تركيب العدادات
لأسباب تقنية ولوجستية بحتة. هلا ليش اللي هن عم يدعوا انه تعمل هذه القصة مستحيلة؟ هي منا منطقية، لانه نحن كنا فليكسيبل بمواصفات العداد، حطينا العداد الالكتروميكانيك والعداد الالكترونيك. العداد الالكترونيك كتير صغير ما بده محل، وبالتالي في امكانية يتركب بكل البنايات ومطرح مكان حتى لو ما في اماكن واسعة لحتى يتركب. إلا أن وزارة الاقتصاد لن تقف مكتوفة الأيدي، وهي ستبدأ منذ اليوم الأول من شهر تشرين الأول بمراقبة تركيب العدادات، وفي حال عدم التنفيذ هناك خطوات سيتم اتخاذها. بالمبدأ بأول الشهر اللي مش رح يكون ملتزم، أو على الأقل لحد 90-95% ملتزم، بعد ما عنده كم عداد يمكن نعطيه مهلة صغيرة ليكفيهم، بس بالمبدأ لازم يكونوا كلهم ملتزمين وأعربوا عن نيتهم بالالتزام من هلأ. المفترض يكونوا هني هلأ بلشوا يركبوا. طبيعي إنه نحن عندنا صلاحيات بموجب قانون حماية المستهلك، بنعمل محاضر ضبط للي بخالفوا الأنظمة والقرارات الإدارية لمرعية الإجراء، رح ينعمل محاضر ضبط. في وعد من وزير العدل إنه هالإجراءات القضائية رح يتسرع فيها لحتى تطلع الأحكام بسرعة بحق المخالفين. أما في حال لجأ بعض أصحاب المولدات إلى إصفاء مولداتهم كما هددوا أكثر من مرة، فإن الوزارة والوزارات المعنية أبرزها الداخلية ستكون بالمرصاد. لما بيطفوا في مصادرة بصير للمطر وبتنعطى الخدمة للعالم، يعني هذا الموضوع ما في تراجع عنه، نحن مصرين عليه. بتمنى يكون هالشي عند كل الوزارات اللي نحن نسقنا نحن وياها، تكون كلنا عم نشتغل على نفس الموجة لنوصل لنأمن حق المستهلك بالدرجة الأولى، وكمان ما حدا عم بيقول ما بده يأمن حق صاحب المولد اللي عم يستثمر. نحن عم نعتبرهم صحيح إن قطاع غير شرعي، بس هن استثمروا أموال بدهم يربحوا فيها. نحن ما عم نقول يوزعوا مجانا، بس يربحوا الربح العادل اللي مسموح لهم فيه، مش يستغلوا المواطن أو المستهلك لخدمة ضرورية عم يأمنوا له إياها. وبانتظار المؤتمر العام الذي سيعقده أصحاب المولدات في 29 من شهر أيلول الحالي، تؤكد وزارة الاقتصاد أنها لن تتهاون بتنفيذ قراراتها، فكيف سيكون المشهد في الأول من تشرين الأول؟ بعد تصاعد منسوب التوتر بينهما، تهدئة إعلامية بين التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي، والطرفان يوجهان مناصريهما إلى تخفيف الاحتقان. بعد تصاعد وتيرة التراشق الكلامي بين التيار الوطني الحر والحزب التقدم الاشتراكي، يحاول الطرفان تبريد التوتر وتهدئة الأجواء السياسية بينهما. النائب السابق وليد جنبلاط غرد عبر حسابه على تويتر بالقول: أفضل شيء هو التأمل في أحوال هذه الدنيا، إن الدخول في سجالات عقيمة لن يقدم ولن يؤخر. من جهته طلب التيار الوطني الحر في تعميم من المسؤولين في التيار والوزراء والنواب والقياديين ومن جميع المحازبين والمناصرين التوقف عن السجالات واعتماد التهدئة الإعلامية مع الحزب التقدم الاشتراكي، إن كان عبر وسائل الإعلام أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا إلى السجالات والحملات التي اتخذت منحا طائفيا بغيضا هو بعيد كل البعد عن لغة التيار الوطني الحر وأدبياته وقيمه، وأدت إلى مادة إعلامية كثيفة في الأيام الأخيرة. بالتزامن، دعت أمانة السر العامة في الحزب التقدم الاشتراكي جميع القيادات والمسؤولين والكوادر والأعضاء والمناصرين والأصدقاء للامتناع عن الدخول في أي سجالات سياسية أو إعلامية، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام مع التيار الوطني الحر. وأكدت أمانة السر العامة في بيان ضرورة الالتزام بهذا القرار بما يساهم في تبريد الأجواء والمناخات ويصب في خانة حماية السلم الأهلي التي لطالما عمل الحزب في سبيلها طوال السنوات الماضية. ردت قيادة الجيش على النائب طلال إرسلان الذي قال أمس إن الجيش لم يرى موقع سقوط المواطن علاء أبي فرج في إشكال شويفات قبل 4 أشهر إلا بعد إخلائه من الجثة ومن الأدلة. قيادة الجيش أصدرت بيانا توضيحيا أشارت فيه إلى أنه بتاريخ 8 أيار 2018 حصل إشكال في بلدة شويفات تخلله إطلاق نار أدى إلى وفاة المواطن علاء أبو فرج، وقد حضرت إلى المكان قوة من مديرية المخابرات ووحدات الجيش المنتشرة في المنطقة، بالإضافة إلى دورية من قوى الأمن الداخلي، حيث عملت قوى الجيش على فرض الأمن فيما تولت قوى الأمن الداخلي التحقيق في الحادث بتكليف من القضاء المختص. وتتابعون في النشرة بعد الفاصل: اتفاق مبدئي على اسم رئيس الحكومة العراقية الجديد، ودراسة جديدة تحذر من خطورة تناول الأسبرين يوميا.
أهلا بكم من جديد إلى نشرة الأخبار. القمة التركية الروسية نجحت في التوصل إلى اتفاق مفصل وهام حول إدلب، والدفاع الروسي تؤكد أن لا عملية عسكرية في المحافظة. لقاء امتد لثلاث ساعات ونصف الساعة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، الذي استبق المناقشات في مدينة سوتشي بالتعبير عن تفاؤله من نتاج القمة الثنائية المخصصة لإدلب والتي ستمنح الأمل للمنطقة. وفي مؤتمر صحفي مشترك أكد بوتين التوصل إلى تفاهمات مع أردوغان بشأن إدلب، ومنها إنشاء منطقة منزوعة السلاح بعمق 15 كيلومترا إلى 20 كيلومتر، وسحب الأسلحة الثقيلة منها بحلول العاشر من الشهر المقبل، وإنشاء خط تماس بين الفصائل المعتدلة والإرهابيين، لافتا إلى أن النظام السوري وافق على خطة إدلب وأن القوات الروسية والتركية ستراقبها. من جهته أكد الرئيس التركي أن الجانبين اتفقا على حل قضية إدلب وفق مظلات أستانا، مضيفا أن قوات بلاده ستعزز من نقاط المراقبة في المنطقة، في وقت شدد على أنه لابد من إصلاح النظام في سوريا وإجراء انتخابات حرة. وفي ختام المؤتمر وقع وزير الدفاع الروسي والتركي مذكرة تفاهم حول استقرار الأوضاع في إدلب. وفي السياق جددت إيران موقفها من إدلب، وأعلنت الخارجية أن طهران تسعى لحل المشكلة من دون وقوع خسائر بشرية، موضحة أنها لن تشارك في العمليات العسكرية وأن وجودها سيكون فقط عبر مستشاريها. ميدانيا وفيما غاب الطيران الحربي وبشكل كامل عن أجواء إدلب منذ الأحد، قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة القطاع الجنوبي الشرقي من ريف إدلب وبلدة التمانعة وقرى الزرزور وأم الخلاخيل. في المقابل تواصل الفصائل بريفي إدلب الشرقي والجنوبي استعداداتها لمواجهة حشود النظام العسكرية في حال انطلقت المعارك، وعمدت الفصائل إلى حفر الأنفاق والخنادق وتقوية نقاط تمركزها وزيادة أعداد مقاتليها. في عرض جديد للقوى، نشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية صورا ملتقطة في الأقمار الاصطناعية لمطار دمشق وقصر بشار الأسد، فيما اعتبرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل تهديدا ضمنيا للنظام. ونشرت الوزارة الصور التي التقطها قمر التجسس لإحياء الذكرى 30 لإطلاق أول قمر اصطناعي في 19 من أيلول من العام 88. وتظهر الصور القصر الرئاسي ودبابات في قاعدة عسكرية سورية والمطار الدولي في دمشق، والذي قالت تقارير إنه تعرض لهجوم صاروخي إسرائيلي ليلة السبت. وفي العراق أنباء عن مسودة اتفاق بين الكتل السياسية على شخص رئيس الحكومة الجديد الذي قد يعلن اسمه رسميا بعد تحديد الكتلة الأكبر من قبل المحكمة الاتحادية. هل باتت أزمة تشكيل الحكومة العراقية على طريق الحل؟ سؤال طرح نفسه في الساعات القليلة الماضية بعدما كشفت مصادر سياسية مقربة من مشاورات التشكيل أن توافقا حصل بين غالبية الكتل السياسية لتكليف عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية الأسبق لمنصب رئيس الوزراء. عبد المهدي الذي ينتمي إلى المجلس الأعلى الإسلامي الموالي لإيران ويحافظ على علاقات سياسية جيدة مع قيادات في الحزب الجمهوري الأمريكي، تمكن من عبور السيستاني، وقد يعلن تكليفه رسميا بعد تحديد الكتلة الأكبر من قبل المحكمة الاتحادية. وأفادت مصادر بأن اجتماعات على مستوى عال من القيادات تجري في النجف لبحث تسمية رئيس الوزراء من دون ذكر المزيد من التفاصيل. عراقيا أيضا، وبعد سلسلة من العمليات البرية والجوية، العراق يأمر قواته بالانتشار على طول الحدود العراقية التركية لمنع أي خروقات. القرار العراقي أتى في اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي، الذي أكد على أهمية ضبط الحدود العراقية. المجلس بحث أيضا الأوضاع في محافظة البصرة، وكلف وزارة الداخلية إعادة النظر بالهيكل التنظيمي لفرق الشرطة الاتحادية. إلا أن جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق كشفت عن قيام قوات تابعة لوزارة الداخلية خلال الأيام القليلة الماضية وتحت جنح الظلام بحملة اعتقالات عشوائية طالت العشرات من الناشطين في البصرة على خلفية الاحتجاجات الأخيرة.
اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف موقع تويتر بإغلاق حسابات لمن أسماهم بالإيرانيين الحقيقيين في الوقت الذي يسمح فيه باستمرار حسابات مناهضة للحكومة الإيرانية، وسأل على حسابه عبر تويتر ماذا عن حسابات فعلية في العاصمة الألبانية تستخدم لتعزيز الدعاية التي تستهدف تغيير النظام وتخرج من واشنطن. يذكر أن تعليق ظريف أتى بعد أسابيع على قيام الفيسبوك وتويتر بحذف مئات الحسابات المرتبطة بعملية دعائية إيرانية للحرس الثوري. هاجمت مجموعة من المحتجين صباح اليوم مبنى السفارة الإيرانية في اليونان احتجاجا على القمع الذي يتعرض له الأكراد في إيران. الهجوم يأتي احتجاجا على إعدام 3 نشطاء أكراد في إيران والقصف الصاروخي لمقر الحزب الديمقراطي الكردستاني للإيراني المعارض، حيث سقط 14 قتيلا وأكثر من 40 جريحا. تعرض أحد أفراد الأمن البلجيكي لاعتداء بآلة حادة في وسط العاصمة بروكسل، وذكرت مصادر الأمن أن عنصرا آخر رد على الاعتداء بإطلاق الرصاص حيث أصاب المشتبه فيه في صدره وقدمه، ولم تحدد الشرطة طبيعة الاعتداء بعد ساعة على وقوعه. ضرب إعصار مانكوت إقليم غوانغدونغ أكثر أقاليم الصين كثافة سكانية بسرعة رياح تصل إلى 162 كيلومترا في الساعة الواحدة، وأعلنت حالة التأهب القصوى في الإقليم بعد اقتراب الإعصار القوي الذي ضرب هونغ كونغ وأدى إلى اهتزاز ناطحات السحاب هناك وتكسير زجاج نوافذها. وعد مانكوت أقوى عاصفة في عام 2018 اكتسحت الأجزاء الشمالية من الفلبين. توصلت دراسة حديثة وصفت بالمهمة للغاية إلى أن تناول الأسبرين يوميا قد يسبب أضرارا لكبار السن الأصحاء تصل إلى خطر حدوث نزيف داخلي مميت. ووفقا للدراسة الأمريكية الأسترالية فإن التجارب لم تؤكد فوائد الأسبرين للأشخاص الأصحاء فوق سن 70، وبحسب الدراسة فإن أقراص الأسبرين لم تقلل من خطر التعرض لمشاكل في القلب أو يثبت عنها أي فوائد أخرى، بل زادت من عدد حالات نزيف المعدة الرئيس. وعن نتائج هذه الدراسة الكبيرة قال الخبراء إنها مهمة للغاية، محذرين من تناول الأسبرين من دون وصفة طبية. كما نصحت الدراسة أي شخص أخذ جرعة منخفضة من الأسبرين لفترة طويلة بعدم التوقف السريع، لأن ذلك قد يسبب أيضا مشاكل. نعود إلى أخبارنا المحلية بعد الفاصل، وفيها الأساتذة المتمرنون يهددون بالتصعيد، ومهرجان الصيف الأول في إقليم الخروب. أهلا بكم من جديد. بحث رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون في بعبدة مع سفير فرنسا في لبنان برونو فوشيه في الأوضاع العامة والعلاقات اللبنانية الفرنسية وسبل تطويرها في المجالات كافة. كما تطرق البحث إلى موضوع تشكيل الحكومة الجديدة، حيث أشار السفير الفرنسي إلى أن بلاده تبدي اهتماما خاصا بهذا الموضوع، لا سيما لجهة متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مؤتمر صدر. هذا وجدد السفير الفرنسي التأكيد على أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت ستتم في موعدها بين 11 و14 من شباط المقبل. وفي بيت الوسط سلسلة لقاءات للرئيس سعد الحريري أبرزها مع قائد اليونيفيل في الجنوب. عرض رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مع قائد قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان الجنرال ستيفانو ديلكول للأوضاع في الجنوب وعمل اليونيفيل، ثم استقبل الرئيس الحريري السيد توفيق سلطان وبحث معه شؤونا طرابلسية. الحريري التقى النائب محمد الحجار يرافقه مجموعة من شباب وشابات بلدة دلهون وعرض معهم لمشكلة النفايات عموما وفي الإقليم على وجه الخصوص، ثم استقبل الرئيس الحريري النائب الحجار يرافقه الفنان سعد رمضان ورئيس بلدية برجة نشأة حمية وعضو المجلس البلدي بسام رمضان. وأوضح الحجار أن اللقاء الأول ضم عددا من خريجي الجامعات من بلدة دلهون الذين يعتزمون إنشاء جمعية تهدف إلى القيام بدور مساعد في موضوع حل مشكلة النفايات، وقد ثمن
تمنى الرئيس الحريري جهودهم عاليا وجرى عرض لمجموعة من الحلول التي يرتؤونها لمشكلة النفايات بشكل عام ولا سيما في الأقليم تحديدا حيث يوجد 47 مكبا عشوائيا ما يحدث مشكلة كبرى. كما لفت النائب الحجار إلى أنه في اللقاء الثاني شكر الفنان رمضان الرئيس الحريري على رعايته لمهرجان الصيف الذي أقامه قطاع الشباب في تيار المستقبل واختياره لإحياء سهرته بالأمس. ثم استقبل الرئيس الحريري النائب السابق عاطف مجدلاني وعرض معه بعض المواضيع المتعلقة بالقطاع الصحي ولا سيما مسألة البطاقة الصحية الشاملة. والتقى الرئيس الحريري مدير عام الشركة الدولية للمعلومات السيدة زينة عدرة التي قدمت له نسخة من كتاب انتخابات مجلس النواب اللبناني 2018. أكد الرئيس تمام سلام أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لم ولن يقصر يوما في تأمين كل ما يحتاجه لبنان في كل المجالات. وبعد استقباله القائم بأعمال السفارة السعودية في لبنان الوزير المفوض وليد البخاري أعلن سلام أنه تم التداول معه بكثير من الأمور خصوصا على خلفية ما تحرص عليه المملكة العربية السعودية دائما من رعاية واحتضان هموم لبنان. أكيد أنه جلالة الملك خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز لم ولن يقصر يوم إلا في تأمين كل ما يحتاجه لبنان في كل المجالات وعلى كل المستويات. التداول والحديث مع الأستاذ وليد كان وافر وشامل وهو اللي ما شاء الله عليه نشط لا يتوقف عن متابعة الأمور وعن التواصل مع الجميع لما في مصلحة العلاقة المتينة بين المملكة العربية السعودية وبين لبنان. أملي رغم كل هذه الأجواء المهمومة والملبدة أن الأمور في وقت ما تعود إلى طبيعتها على المستوى الداخلي ونشهد تأليف لحكومة واستيعاب لمشاكل الناس ومشاكل الوطن. أكد الرئيس فؤاد السنيورة أن اتفاق الطائف ليس ملكا لطائفة أو لمذهب بل هو لجميع اللبنانيين وهو حافظ للوحدة الوطنية بين اللبنانيين. شدد الرئيس فؤاد السنيورة على أهمية الحفاظ على اتفاق الطائف والتمسك به وعقب لقائه متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة أكد الرئيس السنيورة أن اتفاق الطائف أنهى الحرب وجمع اللبنانيين وسار نحو إعادة الاعتبار للدولة اللبنانية. أهمية الحفاظ والتمسك باتفاق الطائف منعا لأن أن يستدرج لبنان ولا سيما في ضوء هذه المخاطر الكبرى الداخلية والمخاطر الكبرى الإقليمية التي تستدعي مزيدا من العمل من أجل الحفاظ على العيش الواحد الإسلامي المسيحي في لبنان. وعن عمل المحكمة الدولية شدد الرئيس السنيورة على أن الأهم هو أن تأخذ العدالة مجراها. ليس من الممكن أن يصار إلى صرف النظر عن المحكمة، بالعكس هذا دعوي لكل من يتجرأ على يعني الحريات في لبنان، فبالتالي حماية للحريات في لبنان وحماية لهذا الجو من هذا الأمر طبيعي. ما الذي يحمي أي شخص يريد أن يعبر عن رأيه، أكان صحفيا أو كان ناقدا أو كان مفكرا أو كان سياسيا أو مسؤولا، ما الذي يحميه؟ هو أن تطبق العدالة بحق المجرمين. الرئيس السنيورة أشار إلى أنه وضع المطران عودي في أجواء زيارته ضمن وفد مجلس العلاقات العربية والدولية إلى الفاتيكان خصوصا بعد قرار الاحتلال الإسرائيلي بتهويد الدولة. دعا عضو كتلة المستقبل النائب وليد البعريني للإسراع في تشكيل الحكومة والوقوف إلى جانب الرئيس المكلف سعد الحريري. وخلال حفل اختتام مهرجان فنيدق القموعة الرياضي أكد البعريني أنه آن الأوان لإنصاف عكار وإيجاد فرص عمل لأبنائها من خلال فتح مطار القليعات. فلا يجوز بعد اليوم أن نشعر وكأننا أيتام وغير ما يحصد خيرات الدولة يمينا وشمالا وكأننا نعيش في مزرعة لا تفرق بين حارسها وصاحبها. لأن تعرفوا في سدود بتنعمل برا، هون صعب نعمل سدود، استفدنا كثير الله كريم. أنا الأوان أن تنصف عكار وأن تكون عكار ضمن أولويات الحكومة برئاسة الشيخ دولة الرئيس سعد الحريري.
الذي أكد مرارا الحرص الكبير على حماية لبنان وحفظ استقراره. بتكون إن شاء الله في عنا حكومة ونكون نحن ممثلين فيها، وأكيد حنكون ممثلين أولا بدولة الرئيس، بس ولكن نكون حقوقنا من أولويات الشيخ سعد مع باقي الفرقاء أو الشركاء بالوطن، تكون عكار هي الأوفر حظا بالموازنة. دفعة جديدة من النازحين السوريين تغادر لبنان بعد اكتمال الإجراءات من قبل الأمن العام اللبناني. في إطار المبادرة التي تقوم بها المديرية العامة للأمن العام بتأمين العودة الطوعية للنازحين السوريين، تجمع حوالي 219 شخص بحسب لوائح الأمن العام في المدينة الرياضية من مختلف المناطق اللبنانية تمهيدا لعودتهم إلى سوريا. وبعد اكتمال الإجراءات التي تتم تحت إشراف مديرة مكتب جبل لبنان لهيئة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، يتم نقل النازحين بستة حافلات إلى معبر المصنع، علما أن أكثر العائلات المغادرة ستتجه إلى محافظة حلب. وفي النبطية تجمع حوالي 50 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال في مدرسة عبد اللطيف فياض الرسمية، حيث استقبلهم ضباط وعناصر من الأمن العام وفق لوائح اسمية معدة مسبقا ووسط إجراءات أمنية للجيش في محيط المدرسة وللأمن العام في باحتها. وفي صور أيضا تجمع حوالي 120 شخص في مركز باسل الأسد الثقافي، وذلك بإشراف الأمن العام ومؤازرات الجيش، وهي الدفعة الأولى من منطقة صور. شمالا انطلقت الدفعة الثالثة من النازحين السوريين العائدين إلى سوريا من معرض رشيد كرام الدولي، إذ تجمع النسوة والأطفال أمام الحافلات التي نقلتهم إلى سوريا بمواكبة عناصر الأمن العام الذين أشرفوا على تسجيل أسماء النازحين وتنظيم رحلة العودة الآمنة. وأعرب عدد من العائدين عن امتنانهم لحكومة لبنان وشعبه، شاكرين الأمن العام اللبناني على تقديمه المساعدة للأسر العائدة. تربويا، اعتصام للأساتذة المتمرنين في التعليم الثانوي الرسمي أمام وزارة التربية للمطالبة بالدرجات الست وملف التثبيت. نفذ الأساتذة المتمرنون في التعليم الرسمي اعتصاما أمام وزارة التربية للمطالبة برواتبهم المتأخرة منذ شهرين، بالإضافة إلى الدرجات الست ومرسوم التعيين. قاعدين بلا معاشات صرنا شهرين ولا درجات، مع انه وعدونا كثير انه بدنا ناخذ درجات وما شفنا شيء منهم. في كثير يعني اهمال وما شايفين شيء منا. يعني باي نفسيه، باي شخصيه بدي فوت على الصف علم اولاد العالم؟ مش قادر ابعث اولادي على المدرسه، المدرسه اللي انا بسجلهم فيها لها اسبوعين مبلشه، اولادي بالبيت وما مضطر لا فوت لا ب 24 ولا ب 54. إن ما قبضنا الرواتب والست درجات والمرسوم. المعتصمون استنكروا كيف أن حقوقهم ضائعة بين الوزارة وكليات التربية. من حقنا أن نسأل عن حقوقنا الضائعة بين الجامعة التي تنفي علاقتها بالمتمرنين وبين وزارة التربية التي عمدت إلى توزيعنا في الثانويات بنصاب كامل ولا تكترث بمعاملات الرواتب والدرجات التي صرفت لكل الموظفين مع السلسلة الجديدة سوى المتمرنين، فأي منطق هذا؟ كما أكد المعتصمون أنهم لن يفتتحوا العام الدراسي الجديد ما لم يحصلوا على حقوقهم. حفل تخريج طالبات في صيدا والنائب بهية الحريري تصفهن بالثروة الحقيقية التي يجب الاهتمام بها. أعلنت رئيسة لجنة التربية النائب بهية الحريري خلال رعايتها حفل التخريج طلاب ثانوية الدكتورة حكمة الصباغ يمنى العيد الرسمية عن استطلاع لرصد التطلعات العلمية والإبداعية لطلاب وطالبات صيدا والجوار، مشيرة إلى أنهم الثروة الحقيقية التي يجب الاهتمام بها لتأسيس مستقبل مزدهر، وذلك بحضور عدد من الفعاليات التربوية والاجتماعية. إنني أتوجه من بنات الطالبات بالتهنئة على النجاح والتفوق وعلى شجاعتهن في التعبير عن طموحاتهن ورغباتهن الاجتماعية والأدبية والفنية والرياضية والعلمية والوظيفية، لأننا لا نستطيع أن ننهض وطننا الحبيب لبنان إلا بهذه الطاقات الواعدة والخلاقة. من جهتها أشارت مديرة الثانوية إلى أن طالباتها حققن نسبة نجاح عالية في الشهادات الرسمية، والبعض منهن حل في المراتب الأولى على صعيد منطقة الجنوب. وفي الختام وزعت الحريري الشهادات على الخريجات وجرى تكريم المتفوقات منهن من قبل إدارة المدرسة.
في دار الفتوى أثنى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان على توقيع بروتوكول تعاون بين جمعية المقاصد ومؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية. بروتوكول تعاون بين جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية ومؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية تم توقيعه في دار الفتوى أمام مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، الذي أكد أن التعاون التربوي بين الطرفين يثمر نتائج مفيدة للمؤسستين اللتين تؤديان رسالة الإسلام العلمية لتكوين جيل محصن بالعلم والإيمان المبني على الاعتدال والوسطية. ويفيد البروتوكول أن تتولى جمعية المقاصد الإشراف والتطبيق التربوي على مدرسة الإمام الأوزاعي التابعة لمؤسسات محمد خالد الاجتماعية. وأكدنا حرص المقاصد على تدعيم العلاقات التربوية والصحية والاجتماعية مع مؤسسات الدكتور محمد خالد، التي تضم في رحابها مدرسة الإمام الأوزاعي، وشددنا على أن يقوم البناء التربوي على أسس سليمة ويتخذ له من المعايير ما يحقق الأهداف التربوية المرجوة. سنو لفت إلى أن اللقاء مع المفتي استعرض كذلك واقع التربية والتعليم في جمعية المقاصد وتطويره وتحديثه منذ نشأتها وحتى تاريخه. في إقليم الخروب أقامت مصلحة الشباب في تيار المستقبل مهرجان الصيف الإقليم الأول. تقرير حسن درويش. بأجواء مليئة بالفرح استطاع أبناء إقليم الخروب أن يجتمعوا بمهرجان صيف الإقليم الأول. كبارا وصغار حضروا المهرجان الذي نظمته مصلحة شباب طيار المستقبل في جبل لبنان، والذي اختتم بسهرة فنية أحياها الفنان سعد رمضان ومجموعة من فناني المنطقة. انبسطنا كتير وكان في جو، انبسطنا وشاركنا بكل الألعاب. أنا بشجع أنه عطول يعملوا هالمهرجانات ببلدتنا. النهار كان رائع، الألعاب كانت ممتازة، مهرجان كتير حلو وناجح، كمان بوجود رعاية دولة الرئيس سعد الدين الحريري، كل ماله نحن منكبر فيه كتير كتير كتير. راعي المهرجان الرئيس سعد الحريري أوصل تحياته لأهالي المنطقة من خلال النائب محمد الحجار، الذي أكد إصرار الرئيس المكلف على تشكيل حكومة وفاق وطني. السنة هاي بصيفها كان في مجموعة من المهرجانات، مهرجانات فنية، مهرجانات ثقافية، عم تبين حقيقة هذا الإقليم وإرادة الحياة والمحبة اللي موجودة ومتأصلة بهذا الإقليم. هدف الأساسي كمان أنه منطقة إقليم الخروب هيدي كلها سوا تتجمع بمنطقة واحدة ونصير قرية واحدة. هذا النشاط أهميته أنه هو من الأول من نوعه لقطع الشباب، لأنه هو عم يدمج بين الألعاب التحدي اللي هي عادة بنعملها وبين مهرجان فني سهرة فنية. هذا وقد انطلق النهار بألعاب رياضية وتحدي بين فرق عدة، حصل الرابحون بها على جوائز قيمة. أجواء فرح ومحبة استطاعت أن تجمع أهالي إقليم الخروب الذين أتوا من مختلف البلدات إلى مهرجان صيف الإقليم الأول. حسن درويش، تلفزيون المستقبل. فكك خبير عسكري جسما مشبوها في منطقة كاراكاس شارع الكويت في بيروت، وهو عبارة عن بطاريتين موصولتين بسلك كهربائي من دون وجود صاعد، وتم وضعهما في صندوق على حافة الطريق. قوى الأمن الداخلي أكدت في بيان أن الجسم يحتوي على بطاريتين وهو خال من أي مواد متفجرة. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية مع لارا منيف. بونسوار. بونسوار. طقس مستقر عم بيسيطر حاليا على أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. كيف رح يكفي طقس لبنان رح نعرف، ولكن بعد جولة سريعة على بعض العواصم العربية. رح بلش من تونس مع 33 درجة، الجزائر 29، القاهرة 34 درجة، بنتقل على بغداد مع 44، 34 بدمشق، القدس 33، 32 درجة، بعمان
الكويت 44 درجة 37 بالدوحة، وبختم مع الرياض مع 43 درجة. برجع على طقس لبنان لبكرة، 3 طقسنا غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال وبالداخل. أما بالنسبة للساحل فالحرارة عم تتراوح بين 23 وال 31 درجة، بالجبل عم توصل أقصاها لل 27، أما بالداخل فعم تتراوح بين 17 و 32 درجة. تفاصيل أكثر منروح على الخريطة اللبنانية، ورح بلش من عكار مع 32 درجة، طرابلس 31، 32 بالكورة، الأرز 23 درجة، الهرمل 32، القاع 31 درجة، 30 ببعلبك، 29 درجة برياق، من رياق بروح عميروبا مع 22 درجة، 29 بجبيل، 30 بجوني وبعبدا، بيروت 33 درجة، إذا لبكرة 3، زحلة 32، شتورة وعنجر أيضا 32 درجة، 30 بمشغرة مع ارتفاع طفيف فوق الجبال وبالمناطق الداخلية، رشاية 27 درجة، 30 بجزين، 29 درجة بمرجعيون وببنت جبال، بيت الدين 28 والمناطق الجنوبية صيدا سور وقانا مع 30 درجة. إذا لبكرة الثلاثة طقسنا غائم جزئيا مع حرارة عم تتراوح بين 25 و 30 درجة، انخفاض لنهار الأربعاء والخميس، انخفاض طفيف ولكن عم تسجل أقصاها 29 درجة. الحرارة بمنطقة الأرز عم تتراوح بين 10 و 23 درجة. لهون بتخلص النشرة الجوية، وأنا بشوفكم بغير نهار وبغير طقس، بس أكيد بنفس الوقت. ويبقى قبل ختام النشرة الرسوم المتحررة. معلم يوم الكاميرا صوت قنبلة ليك بخصوص الحصص خير. لا لا هي خط أحمر. طيب أوكي خي، طب بخصوص توزيع الأسماء يعني؟ لا لا حبيبي هيدي أكيد خط أحمر. طب ليك أنا بدي أحكيك شوي عن مفهوم المسائية يعني. لا 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 مسائية هيدي أكيد أكيد خط أحمر. طب فينا نحكي خي بس بالتوازن يعني؟ يا حبيبي عم نقلك هيدا خط أحمر. طب ليك انت فيك تقلي شو هو المش خط أحمر؟ يا خي ما فيني أنا، هيدا خطي السياسي. خطك؟ ايه طبعا. ليك مش أحمر؟ خط؟ كله ما بنسمع غير خط أحمر خط أحمر خط أحمر خط أحمر. ايه مزبوط. ايه أنا وياك هلا أي خط بيعنينا؟ خط الفقر، هيدا اللي فوقنا. لونه؟ أحمر. والآن إلى العناوين. يعني ماني متذكر انه اذا هاي من زمان معلقه. اطلاق اسم المتهم مصطفى بدر الدين على احد شوارع الغبيري والمشنوق يؤكد ان الخطوه تشكل خطرا على النظام العام. خليل يؤكد ان لا ضرائب جديده، وموضوع الزياده على البنزين غير مطروح اطلاقا. واتفاق تركي روسي حول إدلب، الدفاع الروسي تؤكد ألا عملية عسكرية في المحافظة. وفي الختام نشكركم على طيب المتابعة. إلى اللقاء. إلى اللقاء.